الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ما بك يا أبا محمد؟ ما بك يا أبا محمد؟ معدتي تتقطع من الألم. لعلك لم تفطر بعد. لا، فضلت أن أصلي في المسجد ثم أمضي إلى داري لأتناول طعام الإفطار. ما زال الألم على حاله؟ بل يزداد شيئا فشيء. فلنذهب إلى الطبيب إذن. هيا بنا. يكون أفضل. التشخيص يوحي بأن هنالك تقرحا في جدار المعدة، وهو الذي يسبب كل تلك الآلام. كيف تشعر الآن؟ الحمد لله، أشعر بأن الألم قد خف. بالطبع، هذا نتيجة تأثير الحقنة المسكنة. هل أنت أخوه الأكبر؟ علني أخطأت، هل هو والدك؟ هذا الرجل الطيب أبو محمد إنه صديقي في المسجد ونعم الرجل. من يرى اهتمامه بك وحرصه عليك يحسبه أنه أخوك أو والدك. بارك الله بك يا أبا محمد، لم تتناول إفطارك بعد، وهذا كله بسببي. ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. من الآن فصاعدا ستأكل طعامك دون توابل. مستحيل أن أمتنع عن التوابل. عجبا لأمرك، يمنعك الطبيب عما يضرك فترفض؟ إنني مغرم بالتوابل ولا أستطيع أن آكل طعاما دونها. من الآن فصاعدا عليك أن تأكل طعامك دون توابل. هذا أمر صعب. إذن فعليك أن تتحمل الآلام المبرحة. عليه غدا أن يخضع للفحوصات والأشعة. إن شاء الله. أريد أن أسألك سؤالا، هل تصوم شهر رمضان؟ بالطبع والحمد لله. من الآن فصاعدا أنصحك بعدم الصيام. أنا أفطر في شهر أمر الله سبحانه وتعالى الصيام على عباده؟ للضرورة أحكام. أراك تؤيده. أنا أؤيد الحق والمنطق. كل هذا متوقف على نتائج الفحوصات غدا. إن شاء الله. أحسنت يا دكتور. في أمان الله. في أمان الله. في أمان الله. هيا بنا. اعتني بنفسك. إن شاء الله. هي. لا أظن أنك كنت طوال هذه المدة بالمسجد. لم أذهب إلى المسجد قط. إذن أين كنت؟ كنت في جهنم. أيرضيك هذا؟ أنت تدمر نفسك وتدمر هذه الدار بمن فيها. لم يعد فيها أحد بعد رحيل ولدي عبد الله. لم يعد فيها أحد. أتظن نفسك أنك أنت الوحيد الذي خسرت عبد الله؟ أنا أمه التي حملته
وغذته من دمها. لكنك لم تكوني السبب في موته. لم تكوني السبب في موته. أنت أيضا لم تكن السبب. السبب هو القدر. أنا السبب في موته. لا تحاولي تبرئتي. قتلته بين يدي. قضيت عليه. أنا الأب. أنا الأب الذي حول الفتى من العشرة من العمر إلى جثة هاملة بين يدي. كفاك توبيخا لنفسك. الناس يولدون ثم يموتون. هذه سنة الحياة. كما أن الأيام ما زالت أمامنا لم تعد خلفنا. اذهبي إلى النوم ودعيني أخلد لنفسي بعض الوقت. ألم تسمعين؟ اذهبي. أنت تحكمني، تزيد من إحباطي. ما عاد يهمني. كلانا محبط يا حنان. أنت المحبط، أما أنا فقد تجاوزت الأزمة وعضضت على الجرح. أشرف، أنت بحاجة إلى طبيب نفسي. وما الذي سيفعله الطبيب النفسي؟ سيعيد إلي ولدي. ربما يعيد إليك شيء من المنطق الذي خسرته. لا، لست بحاجة إلى طبيب نفسي. أنا أعالج نفسي. تعالج نفسك؟ تعالج نفسك بمثل هذه التصرفات؟ تعالج نفسك بالامتناع عن الذهاب إلى حانوتك؟ أم تعالج نفسك بالذهاب يوميا إلى المقبرة؟ أم تعالج نفسك من الهروب بالواقع على أن تعود إلى بيتك في هذا الوقت المتأخر؟ بالله عليك أخبرني، إن لم تكن بالمسجد أين كنت؟ كنت في جهنم في ارتعتي. هل يجب علي أن أخرجك من المقبرة يوميا؟ الذي مات لن يعود. صحيح، لكنك سوف تلحقه. أنا الذي قتلته بيدي. أنت لم تقتل، القدر هو الذي قتله. أي قدر هذا؟ وأنا الذي ارتكبت حادث السيارة واصطدمت بعمود الكهرباء، ولسوء حظي كانت الضربة لجهة ولدي فمات. ليتها كانت لجهتي فأرتاع. إنها إرادة الله. إنها غلطتي. غلطتي أنا. مضى أسبوع وأنت تتردد على المقبرة. أخبرني ماذا جنيت. لو كان ترددك على المقبرة واعتكافك يعيداني ولدا مات لكنت جلست معك. لن أدعك هكذا. إن لك في الدار امرأة تنتظرك. هذه المرأة هي أختي التي تشاركني لحمي ودمي.
اللهم ارزقني رزقا لا أحتاج أن أسأل بعده الناس، واكفني هم الدين، ووفقني لسداده يا أرحم الراحمين يا رب. يا أبا مصطفى، سمعتك تكثر من الدعاء الذي تطلب فيه الرزق وسداد الدين. الحمد لله رب العالمين. تذكرت لك أمرا ربما يفيدك. خير إن شاء الله. لي قريب قد افتتح مستودعا وملأه بملابس الأطفال المستوردة. هذا هو المراد. أين قريبك؟ نحن مقبلون على عين، والناس تتهافت لشراء ملابس لأطفالها دون هواد. سأستوضح الأمر وغدا أوافيك بالخبر اليقين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Thank you.
ستخرج كعادتك في كل ليلة ولا تعود إلا بعد منتصف الليل. ناقشنا هذا الموضوع سابقا لكننا لم نصل إلى نتيجة. بالمناسبة لم تعطني صدقة لصندوق الصدقات. ما عدت مؤمنا بها. تمتنع عن دفع الصدقة؟ وما الضير في ذلك؟ الضير في أن الصدقة تدفع البلاء. تدفع البلاء؟ تدفع البلاء. أتدرين ما سبب ارتطامي بعمود الكهرباء؟ كنت أنظر بعين العطف إلى متسول على قارعة الطريق، فإذا بالسيارة تجنح وتصطدم بعمود الكهرباء. المتسول الذي دفعني للتصدق عليه هو السبب في موت عبد الله. صحيح، لقد اتصل بك أحدهم ويبلغك أنه مستعد لكافة الاحتمالات. لقد قمت بتسجيل رقمه. لا داعي لذلك، لست بحاجة للاتصال به. هذا زبون يحب الثرثرة أكثر من الكلام الجاد. أنت بحاجة أن تبيع البضاعة التي في المحل وإلا سوف تفسد. اطمئني، سوف أبيع المحل برمته. تبيع محلك التجاري؟ ما عدت بحاجة إلى ذلك المحل. هل تعني ما تقول؟ نعم، لكنه باب رزقنا. بل باب هلاكنا ومصائبنا. منذ 3 سنوات وقعت أنت وكنت حامل وأجهضت ولم أستطع أن أسعفك. كنت يومها في ذلك المحل المشؤوم، وقبل 3 أسابيع فقدت ولدي. ولدي الذي كان يشكل الجوهرة الثمينة التي أمتلكها فقدته لأنني كنت أضعه بجانبي في السيارة للذهاب للمحل نفسه. كنت أمني النفس بأن أسلمه زمام الأمور من بعدي بعد سنوات، وأن يخلفني في إدارة المحل. لكن ذلك لم يحدث، لم يحدث. كل ذلك لا يبرر لك بيع المحل، هو مصدر رزقنا وعيشنا. ما عدت مؤمنا به، أشعر به كصدر شؤوم لعائلتي ولخلفي. سأبيعه وأمتهن شيئا آخر. ما هو هذا الشيء؟ لا أدري، لكنني على يقين من أنني سوف أجد الحل. الحل في إيجاد حانوت تركن إليه؟ أم هو حل لهذه الدوامة التي نغرق فيها معا؟ إيجاد الحانوت ليس بالحل الصحيح. أما حل تلك الدوامة فلم يحن أوانه بعد. الطبيب حسان في المسجد. أنت الذي دفعتني إلى ذلك يا عم إبراهيم. بل الله الذي دفعك إليه يا بني. صورتك البارحة لم تفارق مخيلتي، وأنت منهمك في مساعدة رجل لا يمت لك بصلة سوى أنكما تلتقيان في المسجد. اسمح لي أن أقاطعك في هذه النقطة بالذات. أن تقول لي لا يمت إلي بصلة فأنت مخطئ في ذلك. هذا ما فهمته منكما البارحة. كل ما في الأمر أنكما صديقا مسجد. هذه هي الصداقة الحقيقية، يجب أن تأتي إلى المسجد دائما. المسجد يا بني بيت الله الذي يجتمع فيه المصلون على العبادة والتعاون على البر والتقوى. أفتقد أخي جواد، لابد أن ألم المعدة قد انتابه من جديد، علي أن أزوره. Thank you.
أخبرني، هل اتصلت بقريبي؟ تفضل مشكورا، هذه ورقتك. هذا يعني أنك لم تتصل به. اتصلت به، لكنني لن أذهب إليه لأتبين البضاعة. وما المانع في هذا؟ طول المسافة وبعد السفر. هل ستذهب إليه راجلا؟ بل سأذهب إليه راكبا. طول المسافة يجعلني مسافرا. وما الضير في ذلك؟ قريبي سيبيع البضاعة غدا. هل اتصلت به؟ نعم اتصلت به وأخبرته عنك ووعدني خيرا. لا نصيب لي في هذه البضاعة. وما المانع في هذا؟ اضطراري للإفطار عند سفري ونحن في شهر رمضان. ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعطني إياها. دعي، لما انتهي من قراءتي بعد. أعترف أنها المرة الأولى التي أنصت فيها للقرآن الكريم. يا الله، إن بها من المعاني ما يثلج الصدر ويذهب الغم. دعيني أخلد إلى هذا الكتاب. صدق الله العظيم. نعم. أليس هذا زوج شقيقتك؟ بلى، هذا الذي حدثتك عنه. لقد أعطيتني صورة مغايرة عن صورته تلك. لقد أثر عليه موت ابنه عبد الله وكاد أن يخرجه عن جادة الصواب. سبحان الذي يغير ولا يتغير. ومن الذي غيره؟ هذا تغير بين ليلة وضحاها، فإذا به يعود إلى رشده وينطلق إلى متجره كالمعتاد الذي أقفله منذ أسبوعين متواليين. القرآن يغير العالم، فكيف بالفرد الواحد؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هو الذي أنزل في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فيه يفرق الخير عن الشر والهدى عن الضلال. الحمد لله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هل تسافر اليوم؟ غدا إن شاء الله، عسى أن يوفقني الله فأسدد بعض دين يؤرقني.